3 دقايق سريعة. لو انت من تونس، طبعا الدينار التونسي واحد، دينار تونسي، وركز معايا في ال3 دقايق دول. 1 دينار تونسي عامل 7 جنيه 65 قرش النهاردة، خلاص. فطبعا يعني فرق شاسع، العملة اتغيرت خالص يعني. طيب لو انا بتكلم عن بيتساوي كام دولار، عشان برضو تبقى حاسب حسب ذلك، ان احنا في السوق السوداء مثلا هنفترض ان احنا 29 جنيه مثلا، اللي هو 1 دولار بيساوي 3.8 دينار تونسي. لو انت لوحدك وبتدور على سرير مثلا في منطقة متوسطة، خلينا نتكلم في المناطق اللي هي متوسطة، تمام. لو انت لوحدك يبقى تدفع لك 1000 جنيه في السرير، طبعا هنضيف عليه التأمين شهر 1000 جنيه كمان، وهتضيف عليه عمولة، الشخص اللي هيجيب لك هياخد كمان 1000 جنيه، يبقى انت كده محتاج 3000 جنيه. بس العمولة والتأمين دول بيندفعوا مرة واحدة، وتاخد التأمين في آخر شهر. طيب مصاريفك وأكلك وشربك، بما إن أنت شخص لوحدك يعني، تمام. هنبقى نتكلم على العيلة، لو أنتوا بقى أسرة مثلا 5 6 أفراد ولا حاجة، هنشوف الموضوع هيكلف كام. أنت دلوقتي يوميا أكل وشرب لن يقل عن 80 جنيه، لن يقل عن 80 جنيه. 80 جنيه قول في 20، في 26 يوم او في 30 يوم، يعني بتتكلم في حوالي ايه، ممكن توصل معاك ل 2000 جنيه. الاسعار اتغيرت خالص يعني بطريقة مش لطيفة خالص. فهنقول مثلا انت محتاج 1700 جنيه اكل ولا بتاع، بتتكلم في 222 دينار تونسي، تمام. طيب غزو كهرباء ومية وحاجات من دي، انت محتاج لك مش اقل من 500 جنيه، اللي هو كام، 65 دينار تونسي، ماشي، دينار. طبعا انا عارف ان القناة عندي ناس كتيرة من تونس وناس كتيرة من دول تانية، طبعا منوريني طبعا، فالاسعار دي كلها يعني ممكن تزيد وممكن تقل شوية، خلاص. يبقى انت عندك اكل وشرب وبتاع، حط مواصلات كمان 500، اللي هو 65، يبقى انا عندي ادي 1000 جنيه سكن، و1700 اكل وشرب، و500 فواتير وغاز ومياه وكهرباء، و500 مواصلات، ادي 2000، 3700 جنيه. فانت يعني المفروض كده يعني بالميت، احنا بنتكلم دلوقتي يعتبر 3700 جنيه. طبعا الحد الادنى في مصر للمرتبات دلوقتي بقى 3000 جنيه. فانت كشخص لوحدك كده لو اقل من 3000 هيبقى الموضوع عندك متأزم جدا، ماشي. طيب تشتغل باليوميه كام؟ من 150 ل 200 جنيه ده المتوسط بتاع اليوميات، سواء بقى عماله او اللي هو السراكي اللي مفيش عقد، يعني من 150 ل 200 جنيه، اللي هو بنتكلم 150 ل 200، اللي هو مثلا ايه، من 4 ل 4 ونص و 6000 جنيه بس.